نحن الآن نتواجد في مدينة قليميم باب الصحراء، وكما تشاهدون هذا السوق الأسبوعي أو سوق أم حيريش الذي كانت تحج له مجموعة من القوافل التجارية من مجموعة من المناطق المجاورة وخصوصا الدول من موريتانيا، من مالي، من تيندوف إلى غير ذلك، للتزود بما يمكن أن يرونه مناسبا لهم، وبالخصوص مادة الدقيق والشعير، يعني مستلزمات الحياة اليومية بالنسبة للرحل وخصوصا الشاي والسكر. بينما القوافل التي تأتي من هذه المناطق كانت تحمل تكون محملة بالملح. سوق أم حيريش وهو المكان والملاذ لمجموعة من البوادي والقرى التي تأخذ من هذا السوق حاجياتها الأسبوعية وخصوصا أهل البوادي. أما بالنسبة لأهل المدينة فقد وجدوا متنفسا في هذا السوق الأسبوعي، على أساس أن هناك أسعار منخفضة بالنسبة لمجموعة من المواد الأساسية وخصوصا الخضار. نحن سنتجه نحو مكان الإبل، على اعتبار كما قلت أن الإبل هي مكون وموروث ثقافي بالنسبة لأهل المنطقة. والإبل كانت سيارة أهل الصحراء الخاصة، كانوا يحملون عليها الملح من المناطق التي تكلمنا عنها، وكانوا يأتون هنا باش يحكموا كل مستلزماتهم الحياتية من سكر وشاي وثوب، لأن ذيك الساعة يقولوا له الخنط وهو الثوب، يعني اللي يمكن يستعملوه في مدة سنة حسب الظرفية الخاصة لهؤلاء القوافل التي كانت تأتي. نحن الآن نتوجه إلى مكان بيع وشراء الإبل، والإبل باعتبارها مكون أساسي من الموروث الثقافي لهذه المنطقة لابد أن نقف على هذا المكان ونستفسر عن حال هل هو السوق معروف بسوق جمال؟ لا لا، هذا معروف بسوق واد نون، يعني أم حيريش يطلق عليه أم حيريش، ولكن سابقا القدماء يقولون حفرة واد نون، وهذه حفرة واد نون هي معروفة بالتجارة ومركز تجاري زيد محط بالنسبة لجميع الدول اللي كانت مجاورة لقليمين، من أطار ومن تيمبوكتو ومن مالي ومن مجموعة من المناطق التي كانت لها أغراض شخصية في هذه المنطقة. السوق هو سوق واد نون، حفرة واد نون، واللي كان ملتقى المجموعة من القوافل التجارية التي كانت تأتي كما قلت. وأؤكد نقطة التلاقي هي واد نون بالنسبة لهذه القوافل التي كانت تأخذ كل ما تحتاجه من هذا السوق، وبالتالي كان مركز تجاري استراتيجي لمجموعة من هذه المناطق التي تحدثت عنها وخصوصا الدول المجاورة، بما فيها تيمبوكتو، بما فيها تيندوف، بما فيها شنقيط أدرار، لأنه وخصوصا المناطق الجنوبية التي كانت آنذاك في زمن الاستعمار تحج كذلك إلى هنا للتزود أو لبيع أو شراء خصوصا الإبل. منطقة في السنغال يقال لها ندر، يأتون من تلك المنطقة إلى هنا على ظهور الجمال، لأن الوسيلة الوحيدة التي كانت هي هذه الجمال التي نراها، وهذا النوع من الجمال يقال له باللهجة الحسانية الدق، معنى أنه صغير وحجمه يعني حديث الولادة. هذا نوع من التسميات. ها أنت أدرك هذا بعرة، أدرك حديث الولادة، وهذو الآن يعرضون للبيع. كاين الكساب اللي يحكم سلالته يعني من المناطق الجنوبية، وكاين اللي يحكمها من المناطق الشرقية، وكاين اللي يحكمها من يعني حسب التنوع السلالات وكل واحد اللي يختار. ولكن من الصعب جدا أن تحدد هوية السلالة إن لم تكن خبيرا في تربية الإبل، وشيء طبيعي
لأن الإبل ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وقال ألم ترى إلى الإبل كيف خلقت. حينما تغوص في 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 في, في, في تاريخ هذه الإبل وتغوص كذلك في مكوناتها وفي فوائدها ومنافعها تجد على أنه لحمها وسنمها وبرها وبولها كذلك كله فيه فوائد بالنسبة للإنسان. سبحان الله يا الإبل ما يقد حد. وكانت عندها مكانة جد مهمة في المجتمع. كانت الإبل عند البيضان يمشوا بها للمناسبات، يكبروا بها، يرحلوا بها العلايات، يعني كانت مكانتها قوية جدا 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 بالنسبة لل. ولكن ايضا في الافراح ما يسمى طبعا يعني ترزيف في العقيقه في الزواج في كل شيء. لا العراضه هي 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 الولايم. ولكن في مكانتها كانت قديما كان فلان مثلا حينما كان مهر المراه كان يقال فلانه جاها مهر 100 ناقه، ولكن هي في الحقيقه لا تستلم 100 ناقه، لا تستلم اي شيء، بل يبقى القيمة كقيمة وكشكل، ولكن في المضمون هي غير معنويا. يعني واش ممكن نقول بأنه الإبل تحدد المركز الاجتماعي ديال الشخص؟ طبعا تحدد مركزه الاجتماعي وتحدد مركزه كذلك القبلي. طبعا هذه مسألة مفروغ منها في المنطقة الجنوبية، ولكن هذا كله أصبح يتلاشى مع التمدن ومع الحضارة ومع إلى غير ذلك، مع العلم أنه المكانة الإبل كانت مكانة كبيرة جدا، وكانوا ناس عندهم بعض الجمال عندهم أسماء مميزة. لماذا؟ نظرا لطبيعة ذلك الجمال ولمعرفته بصاحبه وبمعرفته بالطريق. مثلا أتذكر قصيدة يقول فيها لعادت فيك اليوم روح تظهر لي من برواقة بيزيغ روح. زيغ هذا اسم جمل، صاحب القصيدة له جمل اسمه الزيغ ويصف به المسافة التي قطعها وإلى غير ذلك. يعني حتى الإبل كان لها تأثير في الموروث الشعري الحساني. بالنسبة للسوق هو مفتوح لكل شيء، مفتوح للتجارة ومفتوح كذلك للكسب. فما التجارة يعني كل واحد لا يجي يبيع حيوان ولا يجي يبيعه، ولكن المشتري حسب هوية المشتري. المشتري كاين المشتري من أجل النحر مثلا الإبيل أو ذبح الغنم وإلى غير ذلك، أو يمكن أن يكون كسابا يهوى كسب الإبيل يهوى كسب الغنم بأصنافها. منين يقول لك الناقة والله جمل ناعم معنى أنه سمين، وسمنة الجمل أو الناقة تظهر على سنمه حينما يكون السنم كبير جيدا واقف جيدا، فهذا جمل ناعم او ناقة ناعمة معنى انه سمين شكل وتواجده بهذا الشكل. يعني نقوله مهدا يعني غير شرسين. طبعا هذا حوار مدلل. لماذا؟ لأنه صاحبه يتعامل معه برفق ولين وإلى غير ذلك، وحتى في تقديم الطعام يكون يعني هو كان في الثمانينيات وبداية التسعينيات كان محج المجموعة من السواح الأجانب من فرنسا من ألمانيا من بلجيكا من مجموعة من، ولكن في الآونة الأخيرة يعني هذا النوع من السياح تضاءل لشدة تضاؤل ما يمكنش نحسبوه على شي حد آخر. ربما ما كاينش مروج لهذا المجال السياحي على مجموعة من المستويات، وخصوصا الموروث الثقافي اللي تزخر به المنطقة كالإبيل كالصناعة التقليدية اللي عندها واحد الباع كبير جدا في حفرة واد نون، وخصوصا الصناع الماهرين اللي يقدموا دائما كانوا للسائح منتوج أبدعوا فيه مهاراتهم وخلاو السائح يعود هو اللي لود
لهذا المنتوج ديال الصناع التقليديين. ومن هذا المنبر احنا كنوجهوا النداء ديالنا للمجتمع المدني والبرلمانيين وكل ما هو له غير على 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 الموروث وعلى المنطقه، وبالخصوص على هذا السوق الاسبوعي اللي خلى بصمه تاريخيه عند واحد مجموعه من الدول واللي تباهت به في مرحله معينه. لهذا عليهم ان يترافعوا عن هذا السوق لاعطائه مكانته، واؤكد كذلك على ان هذه المكانه هي التي ستجعل من هذا السوق ان يكون محطه انظار محليه وجهويه ودوليه كذلك بالنسبه للذين لهم اهتمام كبير بهذا النوع من الاسواق، كما حصل الجامع الفناء وغيرها.